السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن الاي او اس 13.3. قبل شوي نزلتها، ف بنشوف معاكم هذه النسخه نزلت عندي في الايفون 11 برو ماكس. كنت انا على نسخه 13.2، كان هذا حجم التحميل 3.95، حجم كبير. نشوف معاكم التحسينات والشيء اللي تغير فيه، ونتكلم متى تنزل النسخه والاشياء دي كلها قدام. فخلوكم نبدا معنا الحين في الشريدات، نروح عام حول نشوف النسخ اللي عندنا الحين. الاصدار صار اسم النسخه 16C5032D، مثل ما نشوف اول كان عندنا 17B84 فالنسخه الايوس 13.2. لو ننزل تحت نشوف المودم في الفيرموير تغير عندنا، الحين صار 1.03.04. اول كان عندي على 13.2 1.02.14، ففي تغيير برضو. ان شاء الله يصير تغيير للافضل او يخلوه نفس المكان 13.2 بالنسبة لي عاجبني. فهذه التغييرات هنا في الفيرموير. لو بنشوف ايش الاشياء الجديدة اللي نزلتها قبل في السوفتير هذا، اول حاجة الحمد لله الحين عدلت تسكير البرامج الخلفية اللي فجأة البرنامج يتسكر عندك. مثل ما نشوف خش نرجع هنا نروح حق مثل ما نشوف واتساب، طبعا فاتح من قبل بس الى الان فاتح في نفس المكان نفس الجروب. يعني تويتر مثل ما نشوف فاتح في نفس المكان برضو. ف اشوف انها تعدلت يعني افضل من قبل، لان انا اصلا ما عرفت ان في مشكله الا من بعض الفيديوهات في اليوتيوب اشخاص يتكلمون عنها، وشفت الان الاشخاص اللي تكلموا عنها انه كانت عندهم مشكله يجون الحين تعدلت المشكله فصلحوها، فحركه حلوه. طبعا انا عارف انت في 13.2 وتنتظر 13.3 عشان يعدل المشكله، صح؟ لكن انتظر معك نهايه الفيديو، راح اتكلم عن دي المشكله واتكلم عن هل بيعدلونها في 13.3 لازم تنتظر ولا لا. نخش برضو ميزة جديدة الثانية، نخش الإعدادات، ننزل تحت نشوف ميزة نشوفها هنا موجودة مدة استخدام الجهاز. لو نخش نشوف هنا نزل في حدود التواصل، نخش هنا تقدر تعدل هنا حدود التواصل، مثلا تخلي جهة اتصال تحدد شخص مثلا مدة كم يوقف عندك ما تكلمه، او جروب، او مثلا في الاي كلاود، او قصدي في الفيس تايم انك تكلم اشخاص، فتسوي لهم مثل ما تقول تضبط حد معين بينك وبين التواصل مع الاشخاص ديلي. تقدر تخش فيها وتشوفها. طبعا اول تكلمت عنها في الاي 13 قبل ما تنزل في المؤتمر، لكن ما نزلتها فالحين نزلت هنا. طيب اتكلم معاكم الحين عن شيء الاشخاص كثار يبون يكنسلون او عندهم مشكله فيه، الا وهو لو تخش بتكلم اي شخص في اي مكان، لو تخش في الصور عندك الخيار هنا حق الفيسات حقتك او اللي مسويهم انت، اشخاص كثير ما يبونهم. كان الحل القديم انك بس تضغط دبل كليك على الهيستوري تحته، مثل ما نشوف خلاص يروح ما تشوفهم عندك. اذا صرت تبي تطلعهم مثل ما نشوف تسحب ويطلعون، تضغط هنا مره ثانيه ما راح يطلعون عندك، صرت تبي يطلعون تسحب. اشخاص الى الان ما يبونهم، فابل نزلت لك خيار تخش الاعدادات عام لوحه المفاتيح، قلنا لوحة المفاتيح تنزل تحت اخر شيء تطفيه من تحت الملصق هذا هو الميموجي. فالحين لو ترجع مثل ما نشوف خلاص ما يطلعون عندك، فالاشخاص اللي يبون يطفونهم يقدرون يطفونهم من هنا بس. تقريبا هذه الاشياء يعني. لو بنرجع معاكم الحين نجرب نشوف، نفتح الواتساب، اوكي فتح مثل ما نشوف، ففي تحسين مثل ما نشوف في فرق يعني. طيب لو متكلم معاكم عن اداء الجهاز، لو بنخش على الانتوتو هنا نشوف هنا الانتوتو في 13.2 كان عندي 4.63.4.62، الحين 4.57.4.08، ففي رجوع خفيف لكن ما يتلاحظ. ثاني شيء الى الان نسخه تجريبيه فعادي. لو بنشوف اداء الجهاز في الجيك بنش 5 لازم توقفون تشوفون مثلا في المالتي كور، هذا النسخ 13.2 الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، هذا الحق العام الحق الكل، هذا الحين 13.3 اللي نزلت. فنشوف الحق الكل كانت في المالتي كور في كل النواه 33 32، الحين 35 25، فيعتبر في قفزه شوي، لكن الى الان بيتا او نسخه تجريبيه فراح تنزل نسخة قدام ونشوف قدام. برضو في السنجل كور في النواة الواحدة 13.28، الحين 13.31، برضو في قفزة خفيفة أو ستبين خفيفين. طيب خلصنا هذا الأداء وهذا الميزات وهذا كل اللي نزل. طبعا في برضو إذا كنت تستخدم
أبل ميوزك تقدر الحين إذا كان عندك هوم بود تقرب بس الجوال على الهوم بود تنتقل الموسيقى على طول. هذا الميزة برضو إذا كنتوا عندكم هوم بود بس تقريبا. لكن نتكلم معاكم الحين متى بتنزل النسخة دي. النسخة دي ما راح تنزل الحين، باقي عليها بما أنها هي الآن في دي، فبحب حب اللي تقرب اللي في نسخة ثانية نسخة ثالثة نسخة رابعة، يمكن تنزل على نهاية نوفمبر ندري يعني، بس توقع يعني أن الدي مستحيل تنزل الحين. لكن مشكلة إغلاق البرامج أتوقع أبل الحين نزلتها الحق العامة أو الحق النسخ الحق المطورين، الحين النسخة التجريبية هذه صارت مضبوطة، فأتوقع أن تنتظرون الأسبوع هذا والأسبوع الجاي تنزل نسخة الحق العامة تكون 13.2 اللي عندكم أنتوا 0.1، فتكون فيها تعديلات حق الرام مانجمنت اللي صارت فيها مشاكل، وهذه تكمل قدام لين تنزل حق الكل. لكن أبل عدلت فيها الرام مانجمنت، وتشوف الحين المطورين هل صار الرام مانجمنت أو الرامات عدل الحين ما يتسكرون بالخلفية، إذا كانوا ما يتسكرون بالخلفية خلاص تنزلها العام للكل بنسخة ثانية أقل من دي تكون. بس هذا وجهة نظري، ونشوف قدام شو بيسوون أبل. طبعا مثل ما قلت لكم لحد يسألني متى بتنزل النسخة، النسخة ريض ولا حد يدري بأي شيء، ما حد أصلا يعرف متى أبل تنزل النسخ كذا بكيف هي أبل تنزل. فبس ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون الفضل دعاكم. أتوقع تشوفون تصوير الفيديو من بيكسل 2 العادي بالفركي 30 فريم في الثانية، لكن حاطي مايكانة. بس مثل ما قلت لكم لا تنسوني من فضل دعاكم، والسلام عليكم.